إذا علمت بأن والدي قد كشف لي عند أحد المشايخ كما تقول دون علم مني، وقام بوضع حجاب دون علم مني أيضا، وعرفت ذلك فيما بعد، ولكن لا أعرف مكان هذا الحجاب، فماذا علي أن أفعل؟ هذا الكشف وهذه الحجب كلها حرام وإخلال بالعقيدة، فلا يجوز هذا العمل. وإذا وجدت هذا الحجاب أو هذا الحرز وجب عليك إتلافه والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويجب إنكار هذا المنكر والأخذ على يد هؤلاء المشعوذين الذين يعملون هذه الحجب وهذه الحروز وهذه التمائم، ويحتالون على الناس بأكل أموالهم ويضللونهم في عقائدهم، لأن هذا محرم شرعا ومخل بالعقيدة. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتمائم هي ما يعلق من الحروز والحجب على الأجسام أو على السيارات خشية العين، أو على المحلات التجارية أو المنازل من أجل طرد الشياطين ومنع العين، كل هذا من الحجب المحرمة. فإن كانت هذه الحجب فيها شرك وفيها دعاء لغير الله واستغاثة بالجن والغائبين والأولياء والصالحين، فهذه شرك أكبر. وإن كانت من القرآن ومن الأدعية المشروعة فإنها محرمة، لأنها لوسيلة إلى الشرك، وداخل في عموم النهي عن تعليق التمائم على الصحيح من قول العلماء. فلا يجوز عمل هذه التمائم وهذه الحروز وهذه الحجب، لأنها تخل بعقائد الناس وتشوش على الناس وتضعف عقائدهم وتوحيدهم واعتقادهم بالله عز وجل، بحيث يتعلقون على هذه الأشياء ويعتقدون بها أنها تنفع من دون الله عز وجل وأنها تدفع عنهم الشرور. وكل هذه من أعمال الشياطين من أعمال الجاهلية، والواجب على المسلم الحذر من هذه الحروز وهذه الحجب وهذه التمائم، لا يعملها لنفسه ولا يعملها لغيره من أولاده ومن تحت يده، لأنهم أمانة ورعية في عنقه ينصح لهم ويبعدهم عن هذه الأمور. ولما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته شيئا من هذه التعليقات قطعه وقال: أنتم آل عبد الله أغنى الناس عن الشرك، فأنكر ذلك. وفي الأثر: من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنها لما علمت بهذا برأت نفسها أمام الله سبحانه وتعالى، وترجو أن تكون بريئة من هذا إذ هي غير راضية. لعلم الشيخ صالح توجيه يحفظكم الله. نعم، هذا يدل على خير، وما دامت منكرة لهذا الشيء ولم تقر فإنه لا إثم عليها، وإنما الإثم على من فعله ومن قام به. ولكن يجب عليها إذا وجدت هذا الحرز أو هذا الحجاب يجب عليها أن تتلفه. نعم، ويجب عليها كذلك أن تنكر على والدها وأن تنصحه عن هذا العمل. نعم.